بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. إنا لله وإنا إليه راجعون. منذ ساعات قليلة توفي الأستاذ عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، ربنا يرحمه ويصبر أهله ويسكنه فسيح جناته. أيضا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة الأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية يشاطرون المهندس مصطفى مراد فهمي عضو مجلس الأهلي الأسبق في وفاة نجله المرحوم عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي الأسبق الذي وفته المنية اليوم. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويسكنه فسيح جناته، وإن شاء الله تكون آخر الأحزان. نروح دلوقتي بقى لحديث الساعة بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقرارات التي صدرت من لجنة التظلمات، القرارات الموجهة من اللجنة الخماسية برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني. هنقول لحضراتكم القرارات وهنقول حيثيات وهنعقب على بند عشان احنا بنقول لجنة خماسية موجهة. هنقول لحضراتكم موجهة ليه؟ هنعرض لحضراتكم فيديوهات، هنعرض لحضراتكم صور. ومنذ قليل برضو كتب كابتن خالد بيومي تويتة مهمة جدا هنعرضها وهنعرض الأمر أمام السادة المشاهدين، علشان لما بنقول لجنة خماسية موجهة برئاسة الزملكاوي المشجع عمرو الجنايني يبقى عندنا حق في كل اللي بنقوله. قبل ما نروح للحيثيات، معايا دلوقتي على التليفون الدكتور محمد فضل الله الخبير الدولي في القانون الرياضي، المستشار الدولي في القانون الرياضي. تحياتي ليك يا دكتور محمد. كابتن أسامة ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك ومنورنا على شاشة قناة النادي الاهلي. عايز اسمع رأي حضرتك في لجنة التظلمات والتي اصدرت عقوبات ضد لاعبي النادي الاهلي والزمالك بالامس، عايز اسمع رأي حضرتك في هذه القرارات. شوف طبعا حضرتك، يعني انا يعني كنت اتمنى ان القرارات يتم التروي فيها ويتم الانتظار لدراسه الامر برمته ودراسه كافه الامور اللي ترتبط بالحدث. انت لازق لاعب يوم الخميس، مفيش مشكله جدا ان انت تستنى لغايه ما بعد مباراه القمه. تمام. لان انت عندك فريقين هيلعبوا، فريقين خلي بالك يا كابتن اسامه، انت الاهلي والزمالك دول اكبر ناديين ليس في مصر فقط. دول ناديين بيمثلوا قيمه سوقيه وبيمثلوا اسم كبير جدا، ليس في مصر بل في الوطن العربي بل في افريقيا بل في العالم. فلازم ان انت لما تيجي تتعامل مع مؤسستين كبار مع دول يجب ان انت تكون مدرك جيدا قيمه هذين الناديين. الفريقين دول عندهم مباراه مهمه جدا عماله تؤجل كل شويه. تمام. عندك افعال ارتكبت، محدش يقدر يقول على الخطا انه صحيح. تمام. ولكن مفيش ما يمنع ان انت تقعد اربع خمس ايام تدرس الموضوع برويه وتشوف كل الوثائق والادله اللي دل على الافعال اللي ارتكبت في المباراه، ثم بعد ذلك تصدر قرارك. تمام. يعني انت جمعه وسبت كده كده اوفر اثنين. انت اتخذت هذه القرارات، يعني الخميس المباراه، جمعه وسبت عطله رسميه. واخد بقى حضرتك؟ فانت اتخذت هذه القرارات، دي نمره واحد. يعني الدكتور محمد كان مع تروي لجنه التظلمات علشان تاخد القرار، تاخد وقتها، ما يبقاش القرار في يعني في يوم وليله زي ما بيقولوا، لازم يعني يبقى عندك جميع الادله، لازم عندك جميع الفيديوهات، لازم تشوف لمنظور القرارات انت بتقولها بمنظور كبير واوسع. يا دكتور محمد، الكابتن خالد بيومي المحلل الرياضي بيعمل في قناه ابو ظبي الرياضيه، في الحيثيات او في قرارات لجنه التظلمات استندت وقالت احنا خاطبنا قناه ابو ظبي علشان ناخد فيديوهات منها علشان نصدر قراراتنا. الكابتن خالد بيومي والاستاذ يعقوب السعدي، واحنا قدامنا دلوقتي كلام الكابتن خالد بيومي، قال اللجنه المؤقته في حيثيات العقوبات لماتش السوبر اكدت انها استندت الى شريط المباراه وبعض اللقطات المعينه التي استلمتها بشكل رسمي من الجهه الناقله، قصده على قناه ابو ظبي، وبسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي اكد لي انه لم يعطي اي مسؤول في اللجنه لشريط ولا لقطات، ولذا هذا البند عاري تماما من الصحه.
تعليق حضرتك على الكلام ده يا دكتور. طبعا هي اللي هنا العقده هنا على الراوي، يعني واخبار حضرتك ما حدش يعرف هل هذه الادله والشرائط تم تسليمها ولا مش ادله تم تسليمها، ولكن زي ما بقول لحضرتك يا كابتن اسامه، انت ليه مستعجل؟ انت ليه مستعجل؟ الميديا من الممكن ان تكون ضغطه من وسائل الاعلام، يا جماعه السلوك والكلام ده كله، ممكن هذه الامور تكون ضغطت عليك في عمليه التسرع في اتخاذ القرار، ولكن ليست القرارات تؤخذ بهذه الصوره، وليست الاتحادات الرياضيه تدار بهذه الصوره. تمام. الاتحادات الرياضيه والمنظمات الرياضيه لا تدار من خلال التاثيرات الاعلاميه، تدار من خلال الفكر المؤسسي، الفكر الذي يعتمد على الاسس والقوانين والنظم، وخاصه ان انت بتلعب مع ناديين. الامر الاخر، انا هاجي لحضرتك في موضوع القوانين يا كابتن اسامه، وهقول لك النصوص وهقول لك العقوبات، هقول لك كل التفسيرات دي. تمام. لكن الناس لازم تتعامل مع كره القدم انها كره قدم. يعني السلوكيات التي بها هي ليست سلوكيات، لا احد يستطيع ان يبرر خطا، لكن انت مش في حفله قرانيه. انت مش في حفله اناشيد دينيه. تمام. انت في مباراه كره القدم، فيجب ان نتعامل مع الامر في هذا النطاق. نبعد بقى عن فكره سمعه مصر والاساءه لمصر، يا جماعه مصر اكبر من كده بكثير. تمام. ما ينفعش ان احنا نقرن مصر في تصرف لسلوك لاعب او تصرف لفريق، ما ينفعش. مصر ليها علاقه، والانديه وكره القدم دي قضيه اخرى، وكل انديه العالم وكل لاعبين العالم يرتكبون كبير من السلوكيات. ما حدش قال ان كريستيانو رونالدو لما عمل نفس هذه الحركه اساء للبرتغال. تمام. ما حدش قال ان سيميوني لما عمل هذه الحركه اساء. لا، يعني الكلام لازم يكون في نطاق فيما يتعلق بالعقوبات. طيب، على العقوبه الاولانيه بتاعه الموسم، محمود كهربا ايقاف لنهايه الموسم. اولا، هذه العقوبه لا تتناسب مع الفعل الذي ارتكب ومع الحيثيات التي قدمت قولا واحدا. خلاص. يعني مفيش حاجه اسمها ايقاف لاعب عن كره قدم عشان خاطر زق حكم. تمام. ايقاف انا بتكلم على ايقاف كامل. يعني انت ممكن توقف مباراه مباريتين مع غرامه ماليه مغلظه، لان احنا عاده لما بنروح للعقوبات التاديبيه للاعب كره القدم بتروح على فكره التاثير في الوظيفه كمهنه. يعني كره القدم دي دلوقتي زي الموظف، لما اصبحت مهنه، انا عقوبتك احرمك ما تجيش للشغل. بس لكن لما تيجي تقول له انا هخصم من الراتب بتاعك اخر الشهر، هيخاف ويبقى رابع. فبالتالي دايما بنذهب الى العقوبات الماليه. ففكره ان هو اثار ولا ان هو حكم او ان هو الكلام ده كله لا يستحق هذه العقوبه. العقوبه مبالغ فيها جدا. من الممكن ان يتم ايقاف مباراه مباريتين ثلاثه مع غرامه ماليه كبيره وهكذا، لكن الفعل اللي ارتكب والحيثيات التي قدمت فيما يعني اللي هي احنا قراناها وشفناها لا تتوافق حجما وتفصيلا ونصا مع العقوبه. دي نمره واحد. طيب، نهايه الموسم ده يا دكتور بتشمل ايه؟ ما هو النهارده قال نهايه الموسم، هل تشمل دوري الممتاز؟ هل تشمل كاس مصر؟ ما هو برضه ما وضحهاش، فده يدل على التسرع اصلا في اصدار القرارات. شوف حضرتك النص الدولي الموسم، المسابقه المحليه، الدوري الموسم، المسابقه المحليه، يعني معنى ذلك الكاس لا يدخل، المباريات الرسميه لا تدخل، المباريات الوديه لا تدخل، اي مباراه اخرى للاعبي لو اللاعب ده منتخب مصر لا تدخل. ده وفقا للنص الدولي. تمام. هو مش على ايه بقى؟ على التفسير، ومش على لائحته، التفسير ده مش موجود. كان لازم يقول ان احنا المباريات دي هي اللي هيتم ايقافها هي المباريات الرسميه المرتبطه بالمسابقه المحليه للدوري. تمام. واخد بال حضرتك؟ علشان خاطر يبقى الامر محدد، لكن انت المفتوح لو مشيت على النظام الدولي وقلت الموسم، يبقى كهربا موقوف فقط في مسابقه الدوري. يستطيع ان يلعب مباريات الكاس، يستطيع ان يلعب كافه المباريات الاخرى مع فريق النادي الاهلي سواء كانت رسميه او وديه بخلاف مسابقه ده. فهذا النص كان يحتاج الى تفسير وكان يحتاج الى تحليل. طيب، عايز اخد حضرتك لنص ثاني او في الحثيات. يعني قام على شيكابالا لاعب الزمالك، يعني لجنه الظلمات قالت في الحيثيات، يعني قام بأفعال وسلوك رياضي مشين وتصرف غير لائق يسيء لجماهير النادي المنافس. بعد كده برروا ردا على سباب وهتاف جماهير النادي الأهلي. يعني النهاردة أنا بصدر العقوبة 8 مباريات، وببرر كمان العقوبة 8 مباريات ليه؟ هل من دور لجنة الظلمات أنها بتبرر تخفيف العقوبة كمان؟ هل ده من دورها كمان يا دكتور؟
شوف حضرتك، احنا لازم نفرق اللي حصل في كتابه النصوص. ايوه، عشان انا بقول لحضرتك كان في تفرع كبير، هو خلط كبير جدا ما بين العقوبات التاديبيه والعقوبات الرياضيه. تمام. العقوبات اللي ارتكبت تدخل تحت نطاق العقوبات التاديبيه لان هي خرجت عن نطاق وزمن المباراه. تمام؟ فبالتالي لما تيجي تفرض انت عقوبه من قبل اللجان الانضباطيه لا تتبع العقوبه بتبرير تخفيف العقوبه. تمام. يعني ما ينفعش ان تبرر التفسير تبرر العقوبه، تمام؟ بتفسير التخفيف. انت بتقول انا اعطيت هذه العقوبه نظرا لارتكابه الفعل الفلاني دون النظر لان هذا الفعل مقترن بشيء اخر او غير مقترن بشيء اخر. فبالتالي كان خطا ايضا في عمليه التبرير، لاني انت لما تيجي تبرر ان هناك سباب، طب اين عقوبه الجماهير التي قامت بالسباب؟ تمام. هل اصدرت حرمان؟ هل اصدرت غرامه ماليه على النادي المنظم؟ هل 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 هل؟ وهل الجماهير هي اللي ذهبت لشيكابالا، ولا شيكابالا هو اللي راح للجمهور وابتدى؟ يعني من ضمن برضو الحيثيات ان كهربا ابتدى، هل كهربا بعد انتهاء ركله الجزاء، انا بتكلم حضرتك في نقاط مهمه وصغيره، هل كهربا بعد انتهاء ركلات الجزاء هو اللي ذهب لجمهور النادي المنافس واستفز مشاعرهم، ولا عبد الله جمعه وبعض لاعبي الزمالك هم اللي ذهبوا لجمهور النادي الاهلي واستفزوا مشاعرهم، وكان محمود كهربا او بعض لاعبي النادي الاهلي كانوا هم رد الفعل وليس الفعل في البدايه؟ شوف يا كابتن اسامه، كل ما ارتكب هو امور بتحدث في نطاق كره القدم. تمام. احنا عندنا بس مشكله ان احنا بقالنا حوالي 9 سنين ما عندناش جماهير فانتينا. فنسينا ايه اللي بيحصل في مباريات كره القدم. اوروبا فيها اقوى من كده 100 مره. انا برضو تاني بقرر في سلوكيات ما كانش يليق ان يفعلها اللاعبون، واحنا بنرفض طبعا التصرفات الغير لائقه، واحنا بنرفض هذا الامر. واخد بال حضرتك؟ ولكن انت كاتحاد عندما تتعامل مع فريقين زي الاهلي يجب ان تتعامل بقانونيه وبنصوص وقواعد دوليه وبما يتلائم مع الموقف. انت عندك دلوقتي مباراه قادمة، ازاي تثير هذا الامر قبل المباراة؟ انت ليه بتروج للمشكلة اكتر؟ انت ادرس ساعات وظهر هذه الاجتماعات للاعلام انك بتدرس وبتتروع، لكن انت مباراة تتخذ يوم الخميس الحد يطلع عقوبات، ده مش منطق، ده مش موجود في اي حتة في العالم، ومش موجود في اي اتحاد في العالم. الامور بتتاخد، يعني خد اسبوع، خد وقت، كده كده انت هتدي عقوبات بس تديها في الوقت المناسب وليس في اي وقت، غير ان انت اديت عقوبات لا تتناسب مع الافعال اللي ارتكبت، غير موجوده ومنصوص عليها، مفيش اصلا عقوبه اخر الموسم في لائحه الانضباط، مش موجوده في اللائحه، اديت عقوبات من لجنه لا يستطيع احد ان يستأنف على قراراتها لان انت ما عندكش لجنه استئناف في اتحاد الكوره. عايز اخدك بقى للنقطه دي يا دكتور، لو عندك لسه حضرتك تعقيب على القرارات اتفضل، وعايز اخدك لنقطه لجنه الاستئناف ضد القرارات. يعني ما عندكش لجنه استئناف، اللي انا اعرفه ان ما عندكش لجنه استئناف في اتحاد الكره. طب الناس دي هتتظلم عند مين؟ هتقول لي هيتظلموا وهترفع هذه القرارات للاعتماد من قبل مجلس الاداره وله الحق في ان يقللها، ليس شانه لانه ليست جهه قضائيه، واللجنه الخماسيه لا تستطيع ان تتدخل في عمليه اختيار اي نوع من انواع العقوبات المخالفه لهذه العقوبات. وفقا للقواعد الدوليه والنصوص الدوليه ليس شانها. اللجان القضائيه مجالس الادارات هي اعتماد للعقوبه وليس فرضا للتغيير او فرضا للاختلاف. طب هتصلحها فين؟ هتاخد لجنه الانضباط هتروح بيها لمركز التحكيم هيقول لك طب انت ليه ما عملتش لجنه استئناف عشان تستنفذ كل اجراءات التقاضي؟ تمام. يعني عشان كده قلنا يا جماعه السرعه في مثل هذه الامور لارضاء اعلام او ان انت حده اعلاميه او حصل ما حدث، يعني الامور هنا حتى كمان اتعالجت بطريقه، يعني ده بيحدث. يا ريت ان احنا نتعامل مع كره القدم من منظور انها كره قدم وانها رياضه في نطاق الملعب بتنتهي بانتهاء الملعب، ما يكبرش اكتر من كده. دكتور محمد، الو، أما حضرتك مع حضرتك يا كابتن أسامة. دلوقتي عايز أسألك عن نقطة تانية يا دكتور. كابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، من المفترض إنه كان مراقب للحكام في هذه المباراة ولم يحضر كابتن جمال الغندور.
القانونيه بتاعتها ايه؟ خاصه ان تم الاستناد زي ما هم قالوا لشريط او الفيديو بتاع المباراه من ابو ظبي وهذا لم يحدث، نقلا عن الاستاذ يعقوب السعدي والكابتن خالد بيومي. برضو عندنا مراقبين للمباراه، في مراقب لجنه المسابقات، في مراقب لجنه الحكام لم يحضر الكابتن جمال غندور، واكتفوا بالاستاذ حسام الزناتي ان هو كتب تقرير ان هو كان موجود في الملعب. ده قانونيته يا دكتور. يا كابتن اسامه انت بتسال في قانونيه عدم وجود حكم ولا عدم وجود مراقب حكم؟ المباراه نفسها بتتلعب بعد 15 مباراه من الموسم الجديد وهي مباراه مرتبطه بالموسم اللي فات. والله فعلا هو ده بيحدث في العالم. عمرك شفت مباراه السوبر المحلي في العالم بتتلعب بعد 15 مباراه من الموسم الجديد؟ لا. ثم بعد ذلك تصدر عقوبه بنهايه الموسم، طب انه موسم انت شغاله؟ يعني الموضوع يا كابتن اسامه يعني في خلل تنظيمي كبير جدا. في مشاكل كبيره جدا في منظومه كره القدم المصريه، خلينا نعترف بده. القضيه ليست قضيه الاهلي والزمالك ولا قضيه سلوك لاعب قام باداء او قام باشاره او قام بحركه لا اخلاقيه، الموضوع ليس هذا الامر اللي احنا من المفترض ان نعالجه. انت لو عاوز تعالج كره القدم انت من الاساس لجنه تدخلت فيها او دخلت فيها الاتحاد الدولي لكره القدم بغير وجه حق، متخطيا سلطه الجمعيه العموميه ومتخطيا كافه الانظمه الاساسيه الخاصه بالاتحاد الوطني ومخالفا للائحه النظام الاساسي المعتمده من قبل الجمعيه العموميه للاتحاد الوطني والتي اقرها الاتحاد الدولي. وانت ساعدت على ان يكون هناك تدخلا من قبل جهه دوليه في اداره كره القدم المصريه من خلال تعيين اشخاص من قبل الاتحاد الدولي لا يستطيعون ان يتحركون الا بموجب قرارات من الاتحاد الدولي، وهذا لا يليق بحجم مصر ولا يليق بكره القدم المصريه ولا يليق بالاتحاد المصري لكره القدم وغير معمول به في اي اتحاد في العالم. كافه الاتحادات الرياضيه الوطنيه بيتم فيها مشاكل كثيره، ثم تقوم الجمعيه العموميه بفرض سلطتها وتختار من تشاء للجنه انتقاليه جديده لاي شيء اخر، لكن احنا ادخلنا الاتحاد الدولي واقحمناه في امور بتعيين لجنه بعيده جدا عن اداره كره القدم، واخد بال حضرتك، المحترفه بمعناها الاحترافي، خلاص بموجب موافقه من الاتحاد الدولي، وهذا لا يليق بكره القدم المصريه. نمره 2، 9 سنين انت مش عارف تدخل الجماهير، مش عارف تتعامل مع منظومه الجماهير المصريه، وهذا لا يليق ايضا بمصر ولا يليق بحجم بحجم كبير زي دوله زي مصر، وباتحاد اسس الاتحاد الافريقي. 9 سنين مش قادر تتعامل كيفية تحديد المنظومة الإعلامية وكيفية التعامل مع المؤسسات الرياضية وكيفية التعامل مع ناديين كبار زي الأهلي والزمالك، انت مش قادر تعمل ده، فالأصل ان تصلح ده وتختار الناس التي تستطيع ان تحقق النجاح للرياضة المصرية وكرة القدم المصرية بوجه خاص، وليس الأصل ان تأتي على لاعبين. نعم اخطأوا، لكن الخطأ الأكبر انك امام منظومة هشة ضعيفة مش قادرة تعمل أي شيء في تطوير كرة القدم المصرية، ولا عارفة تستطيع أنها تاخدك لمقدمة الدول والصفوف الكبيرة في كرة القدم. أخيرا يا دكتور، كيفية الخروج من الأزمة دون التأثر أو دون تأثر الرياضة المصرية؟ الخروج من الأزمة طبعا الناديين الكبار لازم أن هم يتحلوا طبعا بالحكمة ويتحلوا بالهدوء، من حقهم أن يعترضوا على قرارات لجنة الانضباط بما كفلهم له القانون. اللجنة الموجودة اللي أنا لا أعترف بها وفقا للقواعد والمنظومة العالمية في إدارة كرة القدم، يعني ما احترمنا للأشخاص لكن قوانين وكنظم وكلوائح لا يجوز ما حدث، يجب أن تتحلى بالحكمة، يجب أن تتحلى بالمشروعية القانونية، كيف تتعامل مع مؤسسات كبيرة زي الأهلي وزي الزمالك وزي الجماهير، كيف تعالج الأمور اللي هي بتشوفها كلها بتمثل مشاكل زي جماهير كرة القدم، الأمور لازم أن تبرر وتفسر بطريقة قانونية دون أن يكون هناك أي تفضيل شخص على آخر، وهكذا لازم أن يتم التوعية وأن الناس تشتغل على عودة الجماهير للرياضة المصرية، وأن نهضتنا بوجود هذه الجماهير، التعاون مع كل أطراف المنظومة، مع الجمعية العمومية، مع للاتحاد. لو انت ما اديتش للناس اللي بتمثل الاتحاد كجمعيه عموميه وانديه كبيره القيمه
في عملية التشاور والتحاور وكيفية التطوير هذه المنظومة لن تستطيع أن تحقق شيء. ما ينفعش يا كابتن أسامة تسع سنين ندخل الجماهير ولا ما ندخلش الجماهير، نجيب 5000 ولا نجيب مدارس ولا نجيب جامعات، وكل الناس بتتكلم، الوزارة بتتدخل، ليس شأنها وزارة الرياضة، ليس شأنها بكرة القدم، ليس شأنها أن يكون هناك مسؤول يعلم أن هناك عقوبات أو أن هناك أمور، ليس شأن الوزارات. ما فيش جهة في العالم مرتبطة في كرة القدم تتدخل فيها الحكومة ولا تتدخل فيها الوزارات ولا تتدخل فيها الأمور. الأمور دي إحنا بندير رياضة وبندير كرة قدم بفكر بعيد قوي، بعيد قوي عن ما يحدث في العالم. نتمنى إن شاء الله دكتور يعني كل خير للرياضة المصرية خلال الفترة القادمة. بنشكر يعني حضرتك برضو على وقتك اللي أنت أتحته لنا، وأنت عارفين أن حضرتك خارج مصر. بنشكر الدكتور محمد فضل الله المستشار الدولي في القانون الرياضي. بكده دكتور محمد فضل الله وضح كل أمر، وضح كيف يدار اللجنة الخماسية، كيف صدرت القرارات، كيف كان التسرع في القرارات، بدل ما تاخد وقتك وعندك يكون وقتك أسبوع وتقدر تلم الفيديوهات وتلم اللقطات، يبقى أمامك الموضوع كبير، يعني تقدر يبقى في قرار صحيح، كان في تسرع كمان. حتى في القناه ابو ظبي لما قالوا استندنا لفيديوهات من قناه ابو ظبي، طلع كابتن خالد بيي وطلع الدكتور يعقوب السعد ونفوا، قالوا ولا حتى وديا ولا رسميا اللجنه الخماسيه او لجنه التظلمات اخبرتنا انها محتاجه فيديوهات. فعشان نبين لحضراتكم كيف تم اصدار القرارات وليه تمت بسرعه، علشان نقول لحضراتكم ايضا برضو يعني الحيثيات اللي عاقب عليها الدكتور محمد فضل الله، وهو ايقاف اللعب مع محمود عبد الرازق شيكابالا. كان من ضمن الحيثيات في ايقاف شيكابالا بيبرروا ليه 8 مباريات، قالوا ردا على سباب وهتافات جماهير النادي الاهلي. طب حضرتك يا جماهير النادي الاهلي اللي راحت لشيكابالا، ولا شيكابالا هو اللي راح لجماهير النادي الاهلي؟ لما تم ايقاف محمود كهربا لنهايه الموسم، وقال ما فيش حاجه اسمها في الايقاف لنهايه الموسم، ونهايه الموسم ده هل شامل الدوري وشامل الكاس؟ فقال لك اذا هذا البند غير صحيح بالمره. عايز عندي لقطه يا ريت تجيبها لنا بيبو، ناس عندنا في الاعداد جوه، اللقطه دي يا ريت نشوف مع بعض اللقطه دي. دي بعد عبد الله جمعه مشاط ركله الجزاء الاخيره اللي فاز بها نادي الزمالك، وهو رايح يتوجه لجماهير النادي الاهلي يستفز مشاعره. شايفين محمود كهربا كان فين؟ كان في وسط الملعب، ملوش دعوه بأي حد من لاعبي الزمالك. مين اللي ابتدى النهارده؟ وكلامي هنا موجه للجنة التظلمات، مين اللي ابتدى استفزاز مشاعر جماهير ومشاعر لاعبي النادي الأهلي؟ مين بعد اللقطة دي؟ برضه تاني عندنا فيديو تاني الأستاذ عمرو الجنايني اللي مفروض هو رئيس اللجنة الخماسية واتحاد الكرة، اللي مفروض واقف على الحياد. سمعونا كده وورونا. شايفين اللقطات دي؟ الاستاذ عمرو الجنايني، الاستاذ عمرو الجنايني بيقول لهم انا وشي حلو عليكم النهارده في الممر ده. خلي بالكم ده اللقطات دي بعد انتهاء مراسم التتويج، وكله استلم الكاس واستلم الميداليات ودخلوا الممر الى غرفه الملابس وبيحتضن لاعبي نادي الزمالك وبيحتفل معاهم. هو ده الاستاذ عمرو الجنايني الرئيس اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه المحايده اللي واقف على خط واحد. بالمناسبه الاستاذ عمرو الجنايني كان معلق دبوس للبنك اللي هو بيشتغل فيه، والراعي بتاع البطوله بنك تاني، يعني مع احترامنا ليه اصلا ما يعرفش القوانين، ما يعرفش رئيس اتحاد الكرة معلق دبوس لأحد البنوك التي يعمل بها، والراعي الرسمي الممول لبطولة السوبر اللي دفع لهم الفلوس للاتحاد بنك تاني. شايفين العقليات والناس اللي بتدير اللعبة في مصر؟ ده بيحتفل كمان على منصة التتويج. خلي بالكم بالمناسبة لما الأهلي فاز على الزمالك في السوبر كان في بداية الموسم 3-2، الأستاذ عمرو الجناني كان واقف، يعني شوفوا ملامحه وارجعوا للقطات تاني تحسوا إنه كان حزين جدا وقتها. راح سلم الأهلي الدوري، سلم الأهلي الدوري في الاحتفالية، وكان غصب عنه وقتها. عارفين ليه؟
علشان الكلام اللي كان بيكتبه على صفحته. انا بوريكم بس الشخص اللي جاي يدير اتحاد الكره، الشخص اللي المفروض محايد، العقليه بتاعت الشخص اللي بيدير اتحاد الكره لما كان بيقعد يحفل على النادي الاهلي. تاني بطوله كانت السوبر المصري، لسه الزمالك ما حققش وقتها بطوله لحد دلوقتي، لما خد الاهلي اخد الدوري واخد السوبر، لسه الزمالك ما خدش بطوله في عهد الاستاذ عمرو الجنايني. فعلشان كانت دي الاحتفاليه، بص بيسلم على كهربا ازاي، والنبي شوفوا الاستاذ عمرو الجنايني بيسلم على كهربا ازاي وعلى بادج ازاي. لا لسه لعيبه الزمالك ما جاتش. ارجعوا لنا ارجعوا لنا ارجعوا لنا، تعالوا تعالوا تعالوا. ده المشهد امام الجميع، وكيف يدار اتحاد الكره، وكيف تدار لجنه التظلمات، وكيف خرجت القرارات بين ليلة وضحاها، أو بين عشية وضحاها. شايفين الأحضان وشايفين الابتسامة وشايفين البوس، هي دي العقلية اللي بتدير للأسف كرة القدم المصرية. عايزين نروح بقى اللقطة حلوة، لقطة كانت موجودة في الدوري الإنجليزي، الدوري كلنا متعلم منه، لقطة ما فيهاش تعصب، لقطة ما بين يورجن كلوب المدرب الأفضل دلوقتي في العالم وبين طفل عنده 10 سنين بيشجع مانشستر يونايتد. طفل صغير عنده 10 سنين بعت ليورجن كلوب مدرب ليفربول رسالة، بعتها له على النادي، ويورجن كلوب قرا الرسالة. الرسالة زي ما احنا شايفينها قدام حضراتكم، المشجع اسمه درج، بيقول ليورجن كلوب أنا اسمي درج، عندي 10 سنين بشجع مانشستر يونايتد، وببعت لك النهارده وانا حزين. بيقول لي يورجن كلوب المشجع مانشستر يونايتد عنده 10 سنين، بيقول له انا حزين النهارده. بيقول له ليفربول دايما بيفوز ودايما يحقق الانتصارات، لو ليفربول حقق 9 انتصارات قادمه هيكون صاحب افضل سلسله لا هزيمه في تاريخ كره القدم الانجليزيه، وانا بكوني مشجع لمانشستر يونايتد فده بيزعلني. فبقول له يا ريت لما ليفربول يلعب المباريات القادمه تخسره علشان اكون سعيد. الحلو والاحلى في كده ان يورجن كلوب بعت رساله للولد وتفاجئ بيها الولد ووالده. يورجن كلوب قال لهم ايه؟ قال له اشكرك لانك كتبت لي هذه الرساله، اعلم انك لن تتمنى لي حظا سعيدا، عايز ليفربول يخسر المباريات القادمه، ولكن لسوء الحظ انا دايما بشتغل في نادي عايز اكسب كل المباريات، وظيفتي هي أن أفعل كل ما أقدر عليه لمساعدة ليفربول على تحقيق الفوز، لأن هناك الملايين حول العالم ينتظرون ذلك، ليس في إنجلترا فقط ولكن جماهير ليفربول حول العالم تنتظر دائما فوز ليفربول. ده مين اللي بيقول كده؟ يورجن كلوب بيقول لدرج الولد العشر سنين المشجع مشجع مانشستر يونايتد. قال له احنا خسرنا السنة اللي فاتت وفي المستقبل سنخسر، لأن هذه هي كرة القدم. يورجن كلوب قال له أنا وصلت لعامل 52 فالأمور لا تبقى على ما هو عليه أبدا، أكيد هنخسر، ولكن عندما قرأت رسالتك هناك شيء واحد أدركت أنه لن يتغير أبدا، وهو شغفك لكرة القدم ولفريقك مانشستر يونايتد. المهم بقى في الرسالة، أو الرسالة اللي احنا عايزين نوجهها من خلال الحوار اللي دار بين الولد الصغير وبين يورجن كلوب. قال له لأن برغم التنافس الكبير بين فريقي ليفربول وفريقك مانشستر يونايتد، ولكن نحترم بعضنا البعض. ولكن نحترم بعضنا البعض. وهذا بالنسبة لي أهم ما في كرة القدم. شايفين الكلمات اللي عبر بها يورجن كلوب على عدم التعصب، على ولد صغير عنده 10 سنين بيحب ناديه، عايز ناديه دايما هو يكون الافضل، ليفربول هيتخطى ناديه في الارقام القياسيه. يورجن كلوب بيقول له هذا التنافس بين فريقي وفريقك، نحترم بعضنا البعض. يعني الكره في الاخر اذا كانت تنافس لكن هي احترام بعضنا البعض، وهذا بالنسبه لي اهم ما في كره القدم. نروح لأول فقرات برنامج الأشبال، نشوف أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. نبتديها الأول مع أهلي 2001، الأهلي يهزم نجوم السادات 4-0 ودياً استعداداً للإسماعيلي.
أهلي 2002 أهلي 2002 يواجه نجوم المستقبل في افتتاح بطولة القطاعات. كل التوفيق إن شاء الله الأهلي 2002 في المرحلة المقبلة في بطولة القطاعات. نروح نتائج الجولة 24 لدوري الجمهورية للناشئين 2003. أصفرت عن فوز الزمالك على المقاولين 1-0، الإسماعيلي على الجونة 2-1، الاتحاد على مصر المقاصة 1-0، سموحة على بيراميدز 2-0، طلائع الجيش على حرس الحدود 4-1، وادي دجلة على طنطا 5-3. حصل الأهلي وإنتاج الحرب وإنبي على راحة في هذه الجولة. نروح لأهلي 2004. أهلي 2004 والتعادل الإيجابي مع الجونة 2-2 في بطولة الجمهورية، وما زال أيضا بعد هذا التعادل أهلي 2004 يتصدر جدول المسابقة في دوري الجمهورية. هنروح لنتائج 2004، نتائج الجولة. فوز إنبي وتعادل الأهلي وخسارة الزمالك والمولين في دوري الجمهورية 2004. فوز إنبي على المولين العرب 1-0، بيراميدز على الزمالك 2-1، مصر مقص على طنطا 4-0، حرس الحدود على الإسماعيلي 1-0، سموحة على الإنتاج الحربي 3-1، وتعادل الجونة مع الأهلي التعادل الإيجابي 2-2. هروح لأهلي 2005، كابتن أحمد سمير المدير الفني ومعاه كابتن معتز إينو المدرب العام. فاز أهلي 2005 على حلوان بخماسية في دوري القاهرة. جاءت خماسية الأهلي عن طريق فارس خالد هدفان، يوسف عفيفي وسيف أيمن وأحمد فكري هدفا لكل منهما. أهلي 2006 يفوز على النصر بثنائية في مهرجان البراعم. جاءت ثنائية الأهلي عن طريق محمد شريف وعمر سيد معوض. كل التوفيق إن شاء الله لأهلي 2006. هنسيب النادي الأهلي وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد كده نروح لمنتخب الشباب بقيادة كابتن ربيع ياسين. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في بطولة كأس العرب والتعادل الإيجابي في المباراة الأخيرة 2-2 مع منتخب السعودية. كان افتتح منتخب مصر الشباب بطولة العرب بفوز كبير وأداء رائع على منتخب الجزائر بنتيجة 4-1. كان أحرز أهداف منتخب مصر اللاعب أسامة فيصل هدفين، ومحمود عبد المحسن هدف، وإبراهيم عادل هدف. تعادل الإيجابي أمام السعودية 2-2. أحرز أهداف منتخب مصر اللاعب حسام عبد السلام وأيضا اللاعب أسامة أحمد. هنروح نشوف دلوقتي مجموعات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة اللي بتضم المجموعة الأولى العراق وتونس وموريتانيا والكويت، المجموعة الثانية المغرب والبحرين ومدغشقر وجيبوتي، المجموعة الثالثة السعودية اللي فيها مصر وفلسطين والجزائر ومنتخب مصر، المجموعة الرابعة السودان وليبيا والإمارات والسنغال. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي مجموعات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة، أربع مجموعات. منتخب مصر فيها المجموعة الثالثة بتضم السعودية ومنتخب فلسطين والجزائر ومصر، وبنشكر الاتحاد السعودي على هذا التنظيم العربي الرائع. نروح بقى لترتيب المجموعة الثالثة اللي بتضم منتخب مصر بعد الجولة الثانية. مصر فازت على الجزائر 4-1 في اللقاء الأول، وأيضا التعادل الإيجابي مع السعودية. السعودية في الصدارة لعب ماتشين، فاز في مباراة وتعادل مع منتخب مصر لأربع نقاط. مصر أيضا تتساوى مع السعودية أيضا أربع نقاط. الجزائر في المرتبة الثالثة أو في الترتيب الثالث أيضا برضو ثلاث نقاط. فلسطين في المرتبة الأخيرة لعب ماتشين وخسر الماتشين. كل التوفيق إن شاء الله للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني المعاون. بطولة أكيد يعني خير استعداد إن شاء الله للتصفيات الرسمية في قبل شهر 10. كابتن ربيع ياسين يقدر يقف على القوام الأساسي، اللعيبة تكتسب خبرات من خلال المباريات دي، يعرف نقاط الضعف ونقاط القوة. إن شاء الله كل التوفيق للكابتن ربيع ياسين اللي هو دايما معودنا مع منتخب مصر الشباب بيعمل نتائج طيبة. نروح نشوف دلوقتي بقى أهداف الأهلي مواليد 2008 وفوز كبير على عرب الحصن بسبع أهداف. نشوف الأهداف ونرجع لحضراتكم مرة تانية. We'll be right back.
كانت اهداف النادي الاهلي مواليد 2008 في مهرجان براعي منطقه القاهره اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بسبوعيه. وعايز اقول لحضراتكم برضو اللي احرز الاهداف بلال عطيه هدفين، وعمر هشش هدف، عمر كمال هدف، عمر عاطف سيف الطويل، وبشيري ايضا هدف. كل التوفيق لفريق 2008، لان ما شاء الله النادي الاهلي عندنا مواهب كبيره جدا في فريق 2008. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيوفي كابتن حسين شكري المدير الفني لفريق 2010 وايضا المدرب العام لفريق 2010 الكابتن كريم عادل عبد الفتاح. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيوف اللي مشرفيني ومنورين النهارده في برنامج الأشبال، الكابتن حسين شكري المدير الفني لفريق 2010. ازيك يا كابتن حسين؟ أهلا بيك. ازيك يا أستاذ أسامة؟ وحشني كتير. الحمد لله، ربنا يعزك. من أيام السوبر ما شفتكش. بقالنا فترة طويلة فعلا. فترة طويلة فعلا. وأيضا يعني زميل الملاعب برضه كابتن كريم عادل عبد الفتاح، كان بالنسبة كان معايا في فريق الناشئين على طول، فريق 15 سنة و14 سنة، وكان هو كابتن الفريق. منورنا وشرفنا يا كابتن كريم. ربنا يخليك يا كابتن، سعيد ان انا مع حضرتك في قناة النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. نبتدي بقى بالمدير الفني كابتن حسين شكري. 2010 السنة دي، 2010 عندنا في قطاع الناشئين النادي الاهلي الاول بنلعب كام وجول في 2010؟ خمسة وجول. بيلعبوا مسابقات، بيلعبوا بطولات، المهرجانات اللي هي المهرجانات اللي هي البراعم ديت اللي احنا بنلعبها عشان مفيش نتائج والكلام ده كله. احنا لاعبين لحد دلوقتي حوالي 11 ماتش، 11 مباراه. دي في المهرجانات. اللي هو الدور الاولاني كنا 8 فرق لعبنا 7 مباريات، وبعد كده دلوقتي بدانا الدور الثاني لعبنا 4 مباريات. النتائج ما شاء الله كويسه دايما، وانا هنا في برنامج الاشبال بقول ان النتائج بتاعت 2010 ما شاء الله كسبنا المقاولين وكسبنا الفرق اللي بتنافسنا دايما في احنا كسبنا من ال 11 مباراه، احنا كسبنا المباريات كلها، ال 10 مباريات وتعادلنا مباراه الاتصالات. يعني كسبنا مباريات كلها ما عدا مباراه الاتصالات. بس هقول لحضرتك حاجه، يعني اللي يهمنا برضو اكتر من كمان الفوز او المكسب بالمباريات كلها ان الاداء ما شاء الله. الاولاد عندنا فرقه ما شاء الله بيلعبوا كوره ممكن تبقى اكبر من سنهم كمان. ده اللي عايز يعني اخده، ده الاهم. للكابتن كريم. كابتن كريم، وانت شغال مع كابتن حسين مدرب العام واحنا بنتكلم على 2010، المهم في السن ده ان انا اكسب، ولا المهم ان انا اشوف الولد عندي دايما بيتطور ومستواه بيتطور من المباراه للثانيه؟ طبعا انت عارف يا كابتن اسامه ان السن ده وسن البراعم ده مرحله تعليميه، انت بتعلم وبتاسس. تمام. هو المرحله دي هي اللي بيقعد عليها اللعيب طول فترات حياته في كره القدم. تمام. طبعا انت عارف انت كنت لعيب كبير في النادي الاهلي وابن النادي، النادي الاهلي بيعودنا طول عمرنا على المكسب، مفيش حاجه اسمها خساره، مفيش حاجه اسمها تعادل. انما احنا المرحله دي اللي يهمنا فيها ان انت تطور لعيب، انا ممكن اكسب ماتش بس اللعيبه تفضل مستواها زي ما هو. يعني المهم المستوى. ما هو المهم ان اللعيب بيتطور، وهو بيبقى فيه فروقات فرديه بين كل لعيب والتاني، ولعيب ممكن يتطور معاك بعد 3 شهور، لعيب يتطور بعد 6 شهور، لعيب بيتطور بعد سنه. انما مع التدريبات ومع التمارين ومع الاستمراريه اكيد اللعيب بيتطور، وده اللي يهمنا ان هو يبقى لعيب متعود من صغره على المكسب. بنعوده في النادي الاهلي ان هو ازاي يبقى بطل، ان هو يتعود ان ما فيش حاجه عندنا اسمها في النادي الاهلي تعادل وخساره، فبنعوده من صغره ازاي يبقى بطل، وازاي ان هو يكسب، وازاي لو مغلوب بيعرف يرجع تحت ضغط، يعرف يرجع للمباراه تاني ويكسب. ودي حصلت معانا في ماتشين السنه دي الحمد لله. كان مباراه المرج كنا متاخرين 1-0، واللعيبه رجعت، ولعيبه كبار سن، يعني في فروقات في السن شويه، في اجسام كبيره جدا، وقدرنا نرجع الحمد لله وكسبنا المباراه. فالحمد لله النتائج كويسه جدا يعني، واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حسين، عايز اخدك بقى لنقطه مهمه دايما، يعني ان احنا نبني من تحت او نعلم من تحت اصعب، ولا ان انا اشتغل مع فريق اكبر هو السهل بالنسبه لي؟ يعني ايه الاصعب في التدريب، ان انا اشتغل مع براعم بعقليه ولد صغير لسه عايز اوصل له المعلومه واشوف تفكيره وادخله، ولا ان انا اشتغل مع الناس الاكبر؟ بص، لو حضرتك هتتكلم على تدريب كمدرب، يعني المفروض ان انت يبقى عندك كل حاجه، كل حاجه، ان انت تذاكر كل حاجه. لو انت عايز دي مهنتك، وان انت يعني عايز تبقى شاطر في شغلك، او ان انت تبقى نمره واحد، او دايما بتسعى للتقدم كمدرب. تمام. لازم يبقى عندك كل حاجه. الاصعب طبعا الاولاد الصغيرين، لان الاولاد الصغيرين انت ما بتعلمش اساسيات الكوره وبس. انت بتعلم كمان قيم، مبادئ، تربيه، سلوكيات، اشياء كتيره جدا. مع الاولاد الصغيرين لازم قبل ما بتشتغل كمان ان انت بتعمل علاقه بينك وبين الولد، عشان الولد بعد كده يستجيب معاك في التمارين او الاشياء اللي انت هتديها له، لازم يبقى بيستجيب معاك. مش هيستجيب معاك الا لما يبقى في بينك وبينه علاقه كويسه. يعني بتنزل طبعا، لازم الولد بتفكيره طبعا كل حاجه. لازم،
يعني دورك زي دور المدرس بالظبط، لانك انت ما بتعلمش برضو، بقول زي ما بقول لحضرتك الكوره بس الاول قبل ما بتشتغل معاه كوره عشان اتقبل منك اي حاجه بعد كده، لازم تبقى في علاقه ود بينك وبينه كويسه عشان بعد كده يقدر يتقبل منك حاجه، لان الولد الصغير من من يعني عايزين نقول دايما صادق في مشاعره، يعني الولد الصغير مش هيعرف يخدعك، يعني لو حبك حبك لو كرهك كرهك، واخد بال حضرتك ازاي؟ فلازم قبل ما تشتغل لازم يحبك، لازم يحبك طبعا ويحترمك والكلام ده كله، عشان المعلومه لما تيجي خلاص بالظبط بالظبط بالظبط. عندنا القاعده في 2010 عدد اللاعبين، انا يعني دايما بحب ان القاعده بتاعت البراعم تكون عندنا قاعده كبيره، كل ما بتطلع بالهرم بالفرق اللي بتلعب مسابقات تقل عدد الفرق، لازم القاعده عندنا 2010 في لعيبه كتير، عندنا مجموعه ما شاء الله كويسه، ودي حاجه برضو عملها كمان الاتحاد ان هو فاتح القيد في موضوع البراعم دوت، القيد مفتوح ودي حاجه كويسه ان انت توسع فيها القاعده، لا في مجموعه طبعا يعني في فروق طبعا في المستوى والكلام ده كله، بس هقول لحضرتك حاجه في المستوى الولاد الصغيرين دول، يعني ايه زي ما كان كريم بيتكلم من شويه، انت ممكن ولد يستوعب معاك بعد شهرين بعد ثلاثه بعد سنه ممكن بعد سنتين ثلاثه، مرحله النمو والبلوغ يعني كل الحاجات ديت انت لازم تبقى حاططها في اعتبارك برضو. في ولد بيبقى مميز جدا ومهاريا وكل حاجه بس ضعيف جسمانيا، فده ما ينفعش ان انت تمشيه برضو، لازم تصبر عليه وياخد برضو الجرعات التدريبيه بتاعته، لانه لما يوصل لمرحله نمو وبلوغ هتختلف طبعا، وده يعني بيبقى انا بشوف ان ده بيبقى افضل واحسن، لان ده الاساس عنده او الموهبه عنده متاصله موجوده، بس حته القوه وحته القوه بالظبط هتيجي بعد كده، فده بيبقى افضل واحسن كمان من اللي هو بيبقى دلوقتي مثلا قوي او سريع او الحته المهاريه لسه شويه او الذهنيه لسه شويه، فلازم تبقى عينك كويسه جدا، ومن اهم الشغل بتاعنا في البراعم ان عين المدرب اللي موجود ده لازم تبقى كويسه، اكيد دي اهم حاجه بالزبط. هو عمليه الاختيار الانتقاء طبعا الانتقاء، وهروح بقى لكابتن كريم، انت كنت موجود السنه دي في الاختبارات صح؟ قول لي بقى الاختبارات اللي فعلا الاختبارات طلعنا منها مواهب انضمت للنادي الاهلي مش 2010 بس، يعني في كل مدرسه الكره والبراعم، واحنا بدانا يا كابتن بالاختبارات في المحافظات كويس، يعني كل مدربين قطاع البراعم قطاع الناشئين اتوزعت على المحافظات، اللي راح اسوان اللي راح اسيوط اللي راح اسكندريه اللي راح المنصوره، وبتبتدي بتختار اللعيبه على مدار الايام اللي انت موجود فيها في المحافظه، بتبتدي تختار اللعيبه، وبيبقى في تصفيات، ومن تصفيات اللعيبه اللي بتنجح في في الاختبارات ان هي بتروح جايه على القاهره، بنديهم مواعيد وبتيجي على القاهره. طبعا انت عارف يا كابتن بيجي لنا كل سنه حوالي 30-40 الف لاعب يتمنى يبقى موجود في النادي الاهلي، فلا كان في لعيبه كويسه كتير، وفي على مدار كل الاعمار، لان احنا اللجان كابتن فتحي طبعا بيبقى مقسم المدربين لجان للاعمار كلها، مش بيبقى سن ال 2010 لوحده، بتبقى من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4 او 5 المغرب بنبقى قاعدين في النادي، كل عمر بيخش لوحده. بس اسس الاختيار بتتم ازاي كريم؟ يعني انت وانت بتتفرج على اللعيبه الاول الاختبار بيكون عباره عن ايه في اختبارات البراعم الصغيره كمان، وخاصه ان ممكن تلاقي اولياء امور كتير بيتفرجوا علينا ويتمنوا اولادهم ينضموا، الاختبار بيتم ازاي؟ هو الاختبارات الاول بتبدا الاول بالتسخين ورم اب كده 5 دقائق بس عشان الولد ما يبقاش جاي طبعا مشدود وتحت ضغط الرهبه. بنقف احنا تعليمات من الكابتن فتحي طبعا ان احنا بنقف في الملعب، نقعد مثلا باص واستلام تحرك، كابتن فتحي كان بينزل الملعب بنفسه برده، وبعدين بنعمل جيم كده تقسيمات كل سن على حسب ما بيلعب العدد بتاعه في الملعب، بنعمل تقسيمات وبيتم الاختيار بناء على زي ما الكابتن حسين قال، اهم حاجه الموهبه ان انت عندك اساسيات الكوره، بتعرف تستلم بتعرف تباصي، وبعد كده لما بينضم للفريق هي مراحل التطور مع التدريب بقى المرحله الاكبر بتتم برده كله يا كابتن اسامه يعني على الموهبه، اهم حاجه الموهبه زي ما كابتن حسين قال، عندك اساسيات كره القدم بتسهل علينا الامور كلها. يعني في الاختيارات يا كابتن حسين في الاختبارات مش مهم ان انا ابص على الجسم، يعني في مدرستين، مدرسه تقول انا عايز جسم واصنع عن اللاعب حتى لو ما عندوش موهبه، وفي مدرسه تقول لا انا هاخد الموهبه حتى لو جسمه قليل مع سن البلوغ زي ما حضرتك بتقول وسن النمو هتلاقيه راح في حته ثانيه. كابتن حسين شكري مع انهي مدرسه؟ انا مدرسه الموهبه طبعا، موهبة. الاساس بتاعت الكوره، اساس الكوره، وبعدين احنا برضو طبيعه سبحان الله ان الولد بعد وقت معين ما هو هيكبر، يعني جسمه التكوين الجسماني بتاعه بيكبر، يعني الولد لما يبقى 10 سنين غير 11 سنه غير 12 سنه غير لما يوصل 15 سنه غير لما يوصل 16 سنه، طبيعي ان هو جسمه بينمو وبيكبر مع التغذيه مع التمرين مع الكلام ده كله، الجسم بيكبر، انما انا ما اقدرش ان انا اجيب ولد يبقى مثلا اساس الاختيار بتاعي ان هو العنصر البدني بتاعه، رغم ان برضه عشان ما نغفلش ان انت مثلا لو ولد عنده سرعات او الكلام دوت او قوه بدنيه كويسه والكوره بتاعته مش وحشه او قريبه
برضو يعني ده برضو بيتاخد في الحسبان، لانك انت لما بتيجي بعد كده تقيم لما الفرقه دي بتكبر انت محتاج الموهبه ومحتاج برضو القوه والسرعه. العناصر بتاعت اللعبه لازم تبقى موجوده في الفرقه، مفيش فرقه هتتعمل كلها تبقى مهاريه، مش مفيش فرقه هتتعمل كلها تبقى العنصر البدني بس هو اللي قوي والمهاره مش موجوده او الفكر مش موجود. لازم يبقى عندك العنصر ده وعندك العنصر ده، واخد بال حضرتك؟ فانا مع المدرسه اللي هي المدرسه بتاعه ان اهم حاجه ان اللعيب يبقى عنده الموهبه. كلنا زمان يا كابتن اسامه وانت عارف كده كويس، كان اساسنا احنا كانت الموهبه هي اللي بتبقى غالبه عن كل حاجه. تمام. وساعدنا على كده كمان نظام المسابقات بتاعتنا اللي كانت اللي كانت معموله كانت بتنجحنا احنا. من سواء منتخبات، كلنا لعبنا منتخبات ناشئين، كلنا لعبنا منتخبات مناطق، وكان في بعد الدوري المنطقه بتاعك كان في بيبقى دوري جمهوريه، كان في بيبقى دوري مناطق، كان في بيبقى دوري منتخب بينتقي منه منتخب مصر. كان في العناصر اللي تخليك تقدر ان انت لما تيجي تكبر في السن او ان انت توصل لمرحله الدرجه الاولى بيبقى خدت كل الاشياء اللي هي تاهلك ان انت تبقى لعيب بالظبط. لعيب فرقه. يعني بتمنى من ربنا برضو عشان تبقى قدام حضرتك برضو البرنامج ناس كتيره بتشوف الكلام ده. الناس اللي هم بتوع المنطقه او الاتحاد، اهتم كويس جدا ان انت تعمل مسابقه تنمي الولد كويس، لان معلش برضو يعني احنا النادي الاهلي او في انديه كتيره بتلاعب مثلا اكاديميه او بتلاعب كذا، بتبقى الفوارق كبيره جدا، بتلاقي ماتشات 10 8 7، دي مش هتنص يعني في الاخر خالص مش هتفرز لك لعيب كويس. مسابقه قويه لما حتى لو بيستفيد من النواحي الفنيه. انا ما عنديش ادنى مشكله ان انت شارك. دي مرحله سنيه، خلي القاعده كبيره، ما فيش مشكله، كل الاكاديميات اي حد عايز يشارك شارك، بس انتقي بعد كده اهوت الفرق اللي هي مؤهله ان هي تقدر تعمل مثلا زي دوري سوبر او دوري قوي او دوري منطقه او دوري زي ما زمان كنا بنلعب القاهره والجيزه مع بعض. كانت بتفرز برضو انديه كويسه، لو خدت اربع فرق من هنا او اربع فرق من هنا او ثمان فرق او ثمان فرق بتعمل برضو مسابقه كويسه. مع عدد السنين مع الاولاد وهو بياخد مسابقه تحت قويه بتفرز لاعب كويس. طيب كابتن كريم، في المراحل السنيه 2010 انا بتكلم في ولد عنده 10 سنين، موضوع بقى التزوير والتسنين والاجسام الكبيره بيفرق في السن ده؟ طبعا يا كابتن. بتقابلوا انتوا الحاجات دي في المسابقه؟ طبعا طبعا بنقابلها كتير، وانا لسه مدي حضرتك مثل بفريق بيفرق طبعا. يعني ده في لو انت ولد مواليد 2010 في اول السنه، ولد مواليد 2010 في اخر السنه، بيفرق طبعا في فنيا وبيفرق عقليا جسمانيا طبعا بيفرق. انما احنا بنشتغل على الكوره وبنشتغل على اللعب الجماعي، فطول ما انت بتلعب كوره ما بتحطش نفسك في مقارنات او ما بتحطش نفسك في منافسه مع الولد في حته القوه والسرعه. انت بالكوره وبمخك ممكن ان انت تتعدى الحاجات دي يعني. انما الموضوع ده منتشر بقاله فتره يا كابتن، ودي لازم الناس المسؤوله ان هي لازم الناس المسؤوله ان دي انت بتظلم اللعيب اللي هو اصلا سنه 2010، وبتظلم اللعيب اللي هو مسنن ان هو لما بيجي يلعب مع الناس اللي من سنه ما بيقدرش يجاريهم. بس طيب. انتوا طبعا متابعين معانا العقوبات ولجنه التظلمات والاتحاد المصري وقالوا استنادا للفيديوهات وقناه ابو ظبي. معانا دلوقتي الاستاذ يعقوب السعدي، يعني تويته الاستاذ يعقوب السعدي كتبها حالا دلوقتي، بيقول الاستاذ يعقوب السعدي: اندهش من اقحام اسم ابو ظبي الرياضيه فيما يدور من سجال حول عقوبات للاعبي الاهلي والزمالك بعد لقاء السوبر. قولا واحدا: لم نقدم اي لقطات او صور او شرائط لاي احد عن المباراه أو ما حدث فيها، ولم يطلب منا أحدا هذا الطلب. ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفا في الأحداث. ده كتبه حالا الأستاذ يعقوب السعدي، ومن قبله الأستاذ كابتن خالد بيومي ردا على لجنة التظلمات واللجنة الخماسية بالاتحاد المصري اللي قالت إحنا استندنا إلى فيديوهات أو إلى شريط المباراة من قناة أبو ظبي. الأستاذ يعقوب السعدي بنفسه وطلع قال اللجنة الخماسية ولجنة الظلمات وديا أو رسميا لم نقدم لهم أي شيء ولم يطلبوا منا أي شيء. نقول الكلام ده عشان يبقى الحقيقة أو الأمور واضحة أمام الجميع. أستكمل برضو الحوار مع ضيوفي عن المشاكل اللي بتواجه فريق 2010 أو عموما البراعم والمواهب الموجودة في مصر. اتكلمنا عن موضوع التزوير والتسنين، عايز أروح برضو لقضية تانية دايما بنتكلم عنها هنا في برنامج الأشبال كابتن حسين، الملاعب.
النهارده لما تروح تلعب في ملعب، انا ما شاء الله عندنا الملاعب في النادي الاهلي ما شاء الله ملاعب ممتازه، سواء النجيل الطبيعي او النجيل الصناعي، بس اكيد بتطلعوا تلعبوا المهرجانات بره المباريات في المقاولين. المقاولين بس ما تلعبوش في المباريات. لا احنا المباريات بتاعتنا بنلعبها كلها في المقاولين، يعني المجموعه بتاعتنا في المقاولين مهرجانات هي مقاولين والاهلي بس. المقاولين لا، في احنا المجموعه بتاعتنا 2010 منقسمه مجموعتين. مجموعه الاهلي مين؟ ما تقول لنا كده مجموعه مين. المجموعه بتاعتنا الاولانيه لما جينا بدانا كان معانا ترانسفورما، كان معانا المقاولين العرب، كان معانا الشرطه، كان معانا طلائع الجيش، كان معانا المرج. دي المجموعه اللي هي كنا 8 فرق في المجموعه الاولانيه. بتلعبوا في الاهلي وفي ملاعب المقاولين بس؟ لا احنا المجموعه دي كنا بنلعب في لا في المقاولين العرب. في المقاولين العرب في مجموعه ثانيه اللي فيها انبي، كان فيها انبي بقى وتقريبا دجله والشمس. دجله والشمس والاتصالات المجموعه الثانيه. بيحصل تصفيات بعد كده؟ لا ما بيحصلش تصفيات، بس هم دلوقتي يعني تقريبا بيجيبوا الفرق اللي هي كانت معانا احنا بيودوها في الانبي، لان بانبي بيلعب في ملعبه في انبي، والفرق اللي كانت موجوده مع المجموعه الثانيه بتيجي عندنا. حس ان انت احتكيت بكل الفرق بالظبط، وده افضل واحسن. طب عايز اخدك بقى لنقطه اولياء الامور. ايوه اكيد اولي الامر ليه دور مهم جدا زي دور المدرب. طبعا ده بالعكس كمان ممكن يعدي دور المدرب. انت النهارده كمدرب بتاخد الولد عندك في الملعب ساعه او ساعتين، دور الولي الامر في التغذيه، في المذاكره، في الدروس، في توجيه ابنه، التعامل زي مع اولياء الامور، خاصه ان ساعات بيبقى فيها اولياء امور كمان صعب. يعني بلغه الكوره صعبين ومتعبين شويه. صح صح. بص اقول لحضرتك حاجه، اولياء الامور بتختلف، في ناس بتبقى يعني ايه متفهمه، هو عارف المكان اللي هو فيها ابنه فين في النادي الاهلي، او عارف المكان اللي المدرب معاه موجود فيها، شايف بعينه ابنه في ازدياد ازاي، في تطور ازاي. في ناس بتبقى يعني صادقه مع نفسها، وفي ناس بتبقى الامور صعبه شويه، ان هو برضو ابنه ومعذور وكل حاجه، بس المفروض ان الامانه في الـ في الـ في الـ في نظرتك لابنك ما تبقاش على حساب حاجه تانية. يعني لو ابنك لسه وجاي، ودي شيء طبيعي ان الولاد فيه فروقات في المهاره، في القوه، في السرعه، في الاداء، في الكلام ده كله، احنا قلنا يبقى في مبدا في الاول خالص اللي هو مبدا ان انت بتطور ولد، دي مرحله تعليميه ومرحله تاسيسيه، انت بتاسس ولد زي كي جي 1 وكي جي 2، انت بتهيئ الولد ان هو يخش مدرسه. هي دي القصه بالظبط بالنسبه لنا. مين بيلعب دلوقتي مين ما بيلعبش دلوقتي ده مش موضوع. انت تبص اهم حاجه لابنك هو بيتطور ولا ما بيتطورش. هي ده الاهم، اللي انت يعني لو انت بقى عايز مصلحه في ابنك فعلا. انت تبص لابنك بيتطور ولا ما بيتطورش. ابنك محلك سر ولا بيقل ولا ايه الموضوع. في اولياء امور بتبقى متفهمه في القصه ديت، وفي ناس في اولياء امور بتتعب مع اولادها وبيجوا من محافظات وبيبقوا تعبانين جدا مع 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 اولادهم. وفي اولياء امور بقى بتبقى الامور بالنسبه لهم صعبه، يعني بيصعبوا الامور على 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 المدرب وعلى الولد نفسه وعلى نفسهم. انت مع ولي دخل دايما بينصح ابنه فنيا؟ لا طبعا، يعني فنيا سيبها للمدرب. بص اقول لحضرتك حاجه، في اولياء امور مسيطرين على اولادهم بشكل بيأذي ابنه هو ما يعرفش. يعني احنا مثلا ممكن نبقى في التمرين او في المباراه والكلام ده كله، انت ولد بيلعب والكلام ده كله وتلاقيه بيبص بين فين؟ بيبص لباباه بره، او بياخد رد فعله سواء ايجابي او سلبي من باباه، لان والده بيوجهه او بيتكلم معاه في الكوره كتير، وده شيء صحيح. حضرتك مش متخصص، لو حضرتك متخصص خد ابنك حضرتك انت مرن. ولا كلامي غلط؟ لا لان في حاجه هو مش واخد باله منها، انت بتدي تعليمات لابنك. والمدرب بيديله تعليمات، والولد المفروض ان هو يكون صاحب قرار. طب لما يبقى في قرار في الملعب هو هياخد انهي قرار فيهم؟ انت شتتت الولد. يعني احنا لما بيجي نشتغل انا وكابتن كريم بنيجي نشتغل بندي كل العناوين وبندي كل الحلول للولد، وفي الاخر بنقول له ايه؟ انت صاحب القرار. طب نصيحتك لولي الامر يبقى متخصص فيه او يخليه في ايه؟ خاصه ان منه لسه صغير. هو يفهم، لازم يفهم كويس جدا ان المرحله دي مرحله تعليميه. اكم مننا احنا ناس كتيره جدا، وكان معاك في فرق وفرق عندنا. كان في ناس بتلعب في الناشئين وما وصلوش بعد كده للدرجه الاولى، ما تاسسوش كويس، وكان عندهم مشاكل واولياء امور عملت لهم مشاكل لاولادهم. واخد بقى حضرتك ازاي؟ انت 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 في النادي الاهلي، افضل نادي في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي مصر وفي كل مكان. والمدربين ما شاء الله، المدربين يعني على 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 درايه، وناس متعلمه وناس بتذاكر وناس حافظه. واخد بال حضرتك؟ وهم شغالين في المكان ده، هم عارفين عايزين يوصلوا الولد لايه. اكبر سعاده للمدرب او بالنسبه لنا احنا في شغل البراعم دوت، ان 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 انت بتمسك ولد من مرحله بتاخده لسه بسم الله الرحمن الرحيم بيبدا كوره،
وبعد كل شهر انت بقى القدر انت اللي بتبص النتائج كام. بالظبط. دي مش كتير بيبص عليها او ما. لازم يفهم ولي الامر ان المرحله دي مرحله تعليميه. تمام. مش مرحله ان ابني يبقى اساسي او بيلعب او متقيد او لا. المرحله دي سيبك من الكلام ده كله خالص. لازم تبقى صادق مع نفسك ان دي عماره بتتبني وانت بتفحت الاساس بتاعها لازم تعمل لها اساس طبعا كويس. وانا معاك ان هي دي اصعب مرحله في كره القدم, هي العمليه انك بتبني من تحت. لو البنى صح مظبوط ومؤسس صح اكيد تعمل اعلى شغل بعد كده في الاعمار السنيه الكبيره. كابتن كريم عايز اخدك بقى وانت دايما بتتكلم مع اللعيبه الصغيره, بتضرب لهم مثلا دايما بالفريق الاول في مباريات بيكسبوها في الدقائق الاخيره في اللحظات الاخيره في الوقت الضايق, يعني دايما بيبقى في حديث مع الصغيرين ولا لسه شويه عليهم الكلام ده؟ لا لا يا كابتن, بنتكلم معاهم في كل حاجه. هم يعني على درايه وعندهم وعي كويس. يعني بيفهموا الكلام اللي احنا بنتكلمه. انا في الاول كنت يعني بقعد اول ما ابتدات مع الكابتن حسين السنه اللي فاتت طبعا فريق 2009 وسنه 2010 كنت بقعد ابص له ازاي بيتعامل مع الاولاد. يعني هو طبعا كابتن حسين راجل ليه باع كبير في التدريب الاشبال والناشئين والشباب والفريق الاول, فبتعلم منه ازاي بيتعامل مع الاولاد. انت برضه يا كابتن الموضوع صعب, انت برضه زي ما الكابتن حسين قال بتعلم غير الكوره سلوكيات, ازاي تتعامل مع زميلك, ازاي تحب زميلك. احنا فرقه جماعيه, ما فيش حاجه اسمها لازم يبقى في انكار ذات, ما فيش مين اللي جاب الهدف, اللي بيعمل الهدف هو اللي دايما بالنسبه لنا اهم. كل المفاهيم دي كل المفاهيم دي. فهو احنا يا كابتن هي حاجه سبحان الله اللي بيخش النادي الاهلي ده زي ما انت عارف يا كابتن طبعا. بيلعب لحد اخر ثانيه, بيلعب لحد يعني اخر ثانيه, يعني بيتكلموا اللعيبه فيها. يعني مثلا الولد الصغير تيجي مثلا تضرب له مثلا تقول شوف اللعيبه امبارح في مباراه امبارح النادي الاهلي كان متعادل او خسران وفاضل خمس دقايق وبيلعب وبيحقق الماكس, بتتكلموا معاهم في الكلام ده؟ بنتكلم معاهم في كل حاجه. هو الولد اصلا بيبقى جاي يعني دلوقتي يا كابتن انت عارف طبعا السوشيال ميديا والقنوات زادت والمباريات بقت بتتذاع غير على ايامنا احنا برده شويه, فالولاد اصلا متابعه لوحدها كويس. فعندهم حته الروح واللعب على المكسب دي من اول دقيقه لحد اخر دقيقه لوحدهم. بس احنا برضو ايه اللي هو تذكره, لان السن ده برضو يا كابتن يعني تيجي تتكلم مع الولد في المحاضره تلاقيه بيرد ومتجاوب معاك جدا, بينزل الملعب تلاقيه سرحان الضغوط اللي عليه في الملعب, السن وان المسابقه وفي حكم وفي جمهور فبيسرحوا. فانت طبيعي ان انت على طول بنشيل الضغط من عليهم وانت دايما واقف على الخط بتذكر بس بتتكلم دايما ان انت دايما التعليمات وان انت دايما تخليه واقف مركز في الملعب باستمرار, لان لما بيجي عليك وقت انت بتبقى بتقعد مثلا اربع خمس دقائق ساكت في الملعب عايز تشوف الولد هو فكره ايه, هو وصل لحد فين من التدريب من قدرته في الاستيعاب, ممكن تلاقي الموضوع يعني زي ما بيقولوا هرب كده والموضوع بقى لحد ما في نسبه عشوائيه صغيره, فتحس ان احنا واقفين بره الكابتن حسين وانا معاه طبعا اكننا ماسكين ريموت كنترول. ارجع دافع هاجم باصي شوت امشي دايما في توجيهات. بس هروح للكابتن حسين, بس قبل بقى ما نروح عايز اسالك عن محمد صلاح نروح للكابتن هشام عبد المنعم المدرب العام لمنتخب الشباب. تحياتي ليك يا كابتن هشام. تحياتي لحضرتك يا كابتن اسامه وتحياتي للكابتن حسين شكري والكابتن كريم عادل, بيسلموا عليك كتير. وقول لنا بقى يعني في الاول بنبارك لك طبعا على اداء رائع ونتيجه امام الجزائر في افتتاح بطوله كاس العرب, التعادل امام السعوديه 2-2, بكره ان شاء الله لقاء منتخب مصر مع فلسطين اخر الاستعدادات. والله طبعا ابلغك تحيات البعثه كلها والكابتن ربيع وبلاد والمنتخب ان شاء الله. يعني احنا الحمد لله يمكن قفلنا صفحه بعد ماتش السعوديه, قفلنا صفحه ومن ثاني يوم بدانا نعمل طبعا في مجموعه استشفاء وفي مجموعه تدريب, والنهارده برضه اتمرنا التمرين النهائي, بكره ان شاء الله والكابتن حاليا يمكن في محاضره مع اللاعبين, كان قبل كده برضه قاعد معاهم الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثه, والحمد لله يعني المعنويات كويسه وان شاء الله بكره باذن الله ربنا يكرم كده ويوفقنا كده ونكسب المباراه وان شاء الله برضه نتاهل اول مجموعه باذن الله. ان شاء الله المباراه بكره الساعه كام يا كابتن هشام مع منتخب فلسطين؟ المباراه الساعه 3:30 بتوقيت السعوديه, 2:30 بتوقيت القاهره كابتن اسامه. 3:30 بتوقيت القاهره. منتخب فلسطين منتخب فلسطين لم يفز في اي مباراه من خلال يعني من بدايه البطوله. منتخب فلسطين ممكن يكون يعني منتخب في المتناول ان شاء الله نقدر نفوز, ممكن يكون في تعديل في التشكيل بكره, ناس ما خدتش فرص تاخد فرص بكره, ولا برضه كابتن ربيع برضه هيبدا بالتشكيله الرئيسيه والمباراه برضه هياخدها بشكل كبير وشكل جدي؟ لا والله احنا يمكن واخدين المباراه برضه يمكن عملنا التغيير يمكن في 2 لعيبه فقط, لان برضه منتخب فلسطين يا كابتن اسامه هو يمكن اول مباراه
ما كانش معاه حوالي اكتر من 7-8 لاعبين ما جوش معاه في الماتش الاولاني اللي هو بتاع السعوديه، عشان كده كانت الهزيمه تقيله شويه 4-0. لكن لما يمكن ادخل العناصر الاساسيه بتاعته كان المباراه كانت لعب ماتش مع الجزائر، يمكن الجزائر كسبت بصعوبه 1-0. لكن احنا طبعا انت عارف ما فيش ماتش سهل وماتش صعب، احنا برضو الماتشات السهله دي ممكن تخوف اكتر يعني، لكن هم مش باكين على حاجه يعني، لكن احنا يبقى في برضه ان شاء الله نحاول باذن الله ناخد الامور بكل جديه، وعشان كده ما حصلش تغيير كتير في التشكيل يعني. يعني بكره ان شاء الله واخدين المباراه بشكل جدي وشكل قوي يعني، كل اللعيبه الاساسيه موجوده بكره باستثناء 2 لعيبه. طبعا لان حضرتك برضه مباراه السعوديه والجزائر برضه فيها حسابات يعني، ممكن فيها اكتر من حسابات يعني، مين ممكن الجزائر لسه في موجودة في الأولى والسعودية برضو، فلازم إن شاء الله بإذن الله المباراة ناخدها بكل جدية إن شاء الله. في استفادة كبيرة فنية من البطولة دي وكسب للعيبة خبرات وأيضا الجهاز الفني للوقوف على التشكيلة الرئيسية يا كابتن هشام؟ طبعا يا كابتن أسامة، يمكن البطولة بصراحة تنظيم على أعلى مستوى، يمكن الاتحاد العربي برضو حاجة جميلة يعني، منظم بطولة من 16 دولة على 4 مجموعات يعني، بصراحة التنظيم على مستوى عالي، وأغلب الدول برضه موجوده دول قويه وفيها استفاده كتير يعني، لان احنا برضه في لعيبه يمكن حوالي اكثر من 5-6 لعيبه اساسيين. يمكن الكابتن ربيع ما حبش يجيبهم معانا برضه عشان يمكن ما تشوفش كل اوراقه في البطوله. وبرضه هم بيستفيدوا بيلعبوا في الدوري الممتاز مع انديتهم. فيمكن برضه احنا في اكثر من عنصر بنستفيد منه، او اكتر من لاعب برضه مدينه له فرصه في البطوله دي، على اساس برضه عندنا البديل يكون برضه لعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله. كويس، اول مباراه رسميه ان شاء الله هتكون في شهر كام؟ والله يا كابتن اسامه ان شاء الله تقريبا في شهر 10 او 11، لسه ما اتحددتش بالتحديد يعني، لان نظام البطوله السنه دي يا كابتن اسامه اتغير يعني. هم الاول كان بيبقى فيه دورين تمهيدين مع دول من يعني المستوى الثالث في افريقيا، لكن حاليا عملوا نظام الزون. هتبقى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. ودي طبعا هتبقى في احدى الدول تقريبا، احتمال لتونس ولا الجزائر اللي هم قدموا لغايه الان يعني. ان شاء الله بقى يعني وصل بقى تحياتنا للكابتن ربيع ياسين، نتمنى له ان شاء الله التوفيق وكل البعثه ان شاء الله، وترجعوا بكاس البطوله ويكون في استفاده فنيه. بنشكر الكابتن هشام عبد المنعم المدرب العام لمنتخب الشباب اللي دلوقتي بيلعبوا بطوله كاس العرب في المملكه العربيه السعوديه. كابتن حسين، عايز اخدك بقى لمحمد صلاح. محمد صلاح ما شاء الله عامل حاله في كل قطاعات الناشئين في مصر، ازاي بقى اللعيبه عندنا بتتفرج على محمد صلاح، دايما كلامه مع محمد صلاح، خاصه ان هو لاعب مصري خرج من قطاع الناشئين بالمقاولين ما شاء الله، وصل دلوقتي العالميه، بيفضل بيلعب في افضل انديه العالم. زي ما هنقول بقى ولي الامر او الولد، لما هتيجي تبص لمحمد صلاح قبل ما تبص على محمد صلاح وهو نجم دلوقتي، لا بص على محمد صلاح نشأ ازاي، استحمل قد ايه، تعب قد ايه، اشتغل على نفسه قد ايه، كان متغرب وسايب اهله في مكان وهو في مكان هنا قد ايه، عنده هدف، سعى ليه وتعب ليه واتمرن وشقي عشان يوصل يبقى دلوقتي محمد صلاح. انما معظم الناس هو عايز محمد صلاح دلوقتي هو بالشكل اللي هو فيه ده. يعني انت عايز تقول للناس شوف محمد صلاح قبل دلوقتي عشان توصل لمحمد صلاح، كان في كذا خطوه قبل كده، في 10 خطوات 5 خطوات عشان توصل لمحمد صلاح. مظبوط، لا عيش الاول الخمس ست خطوات او العشر خطوات دول عشان توصل لمحمد صلاح. تمام، ومفيش حاجه بعيده على ربنا، ربنا قادر على كل شيء، على قد ما انت هتتعب وعلى قد ما انت ما هتشقى على قد ما ربنا هيديك. مظبوط، ممكن يديك اكتر من محمد صلاح يعني، واخد بال حضرتك ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى من اسماء العدل. طول ما انت شقيت وتعبت، حتى لو ما حدش شايفك، حتى لو المدرب مش شايفك دلوقتي، حتى لو وقت من الاوقات ربنا سبحانه وتعالى هيديك حقك. واخد بال حضرتك ازاي؟ فقبل ما تبص لمحمد صلاح والحاله اللي فيها محمد صلاح او اي نجم تاني غير محمد صلاح، بص هو تعب قد ايه وشقي قد ايه واستحمل قد ايه عشان يوصل للي هو فيه ده. تمام، لكل مجتهد نصيب زي ما بيقولوا كده بالظبط. واخد بال حضرتك ازاي؟ فشقى واتعب وحافظ كويس قوي، وخلي عندك طموح وخلي عندك هدف واشتغل عليه عشان توصل لمحمد صلاح او ايا كان يعني. وانا اتفق معاك طبعا، طول ما الولد عامل لنفسه هدف بالظبط يعني، هدف على المسافه الطويله وبيسعى له ان شاء الله يعني هيوصل له. واكيد محمد صلاح فتح الباب لكل الناشئين الموجودين في مصر. اخيرا كابتن كريم، عايزك تقول لي بقى اسماء اللعيبه المميزه في 2010، عايزين الناس تبدا تحفظ بقى كابتن حسين يعني، ايه تقول لنا حتى لو كل اسماء الفرقه، بس تبدا الناس تعرف ان فعلا عندنا مواهب في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لا، في لعيبه مميزه كتير جدا في النادي. عندنا
ياسين تامر عندنا حسن رامي عندنا ادهم محمد سمير عندنا ابراهيم نبيل ادم انسي ادم عمرو عمر شريف فتح الله عماد مصطفى احمد عندنا لعيبه مميزه كتير جدا اسماعيل مصطفى عندنا في حراسه المرمى طبعا برضو لازم اتكلم على الكابتن طارق عبد المجيد مدرب حراس مرمى تعبان على الحراس جدا عندنا خمس حراس يعني هو شغله باين على الخمس حراس بيلعب حضرتك انت عارف تلات حراس في المباراه احنا بنلعب تلات شواط في المسابقه بتاعتنا اي حارس مرمى بيلعب بيبقى مطمنا يعني بنشيل حمزه بيلعب يحيى بيلعب محمد عبيد بيلعب اي حد احنا مطمنين والمستويات متقاربه فطبعا هو عامل مجهود مع الحراس كويس جدا بس وانا مش عايز انسى حد طبعا ما في لعيبه كتير جدا مميزه نسى حد يا كابتن حسين ده هو غلط غلط ايه بقى قول لي هو احنا يعني من المبدا عشان هم اولاد صغيرين والكلام ده كله احنا اكيد هننسى هننسى حد فما بنحبش ان احنا نقول كده دايما اسماء والكلام ده كله كابتن كريم وكابتن حسين انت بقى يعني قول لي بقى انت لو في حد نسيه قول لنا بقى لا هو في لعيبه طبعا هو معظم اللعيبه اللي موجوده معانا انا في مروان وفي صديق وفي كريم اشرف كريم اشرف وفي الديب وفي منعم وفي محمد عمر شريف محمد شريف ياسين زغلول مالك الصاوي شريف الصاوي في ولاد كتيره جدا ان شاء الله قريب قريب في خلال كام سنه نشوف كل اللعيبه الكابتن حسين وكابتن كريم قالوا ان شاء الله يكونوا موجودين في الفريق الاول ويلعبوا كمان لمنتخب مصر شرفتنا ونورت لك يا كابتن حسين ربنا يخليك متشكر يا كابتن اسامه شرفتنا ونورت لك يا كابتن كريم ربنا يخليك يا كابتن اسامه متشكر جدا وان شاء الله اتمنى اكون ضيف خفيف وبشكرك ان انا اتاحت لي الفرصه ابقى في قناه النادي الاهلي برنامج كبير زي برنامج الاشبال معاك وبالتوفيق دايما ان شاء الله نورتونا وشرفتونا في النهايه بشكر ضيوف النهارده كابتن حسين شكري وكابتن كريم عادل عبد الفتاح نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من الاشبال شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته